السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي حبايبي، رجعت لكم في فيديو مهم جدا وهو مراجعة ليلة الامتحان على منهج اللغة الإنجليزية. قبل ما نبدأ مع بعض دلوقتي سمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ياريت طبعا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ويلا بينا نبدأ وما نضيعش وقت على بركة الله. يلا بينا. هنا طبعا بيقول لي vocabulary اللي هي طبعا معناها الايه الكلمات او الايه المفردات. هنا بيقول I go to the bakers، يعني انا رحت طبعا المخبز، bakers اللي هو المخبز، with my mother، امي، not we always buy bread in the morning، ها every day ولا ديري ولا دايري ولا ديلي، ها الإجابة هنا يا حبايب هتبقى إيه؟ هتبقى ديلي. هتبقى إيه الإجابة هنا؟ هتبقى ديلي. طب يا مستر كلمة إفري داي ما خدناهاش ليه؟ إفري داي ديت معناها دي صفة، دي إيه؟ صفة. لازم يكون في فاصل بين الكلمتين، يعني أنا عندي إفري داي اللي هي كل يوم، يعني المفترض تتكتب كده إفري داي، تكون مفصولة بالشكل ده، تمام؟ يبقى الإجابة هنا هتبقى ديلي اللي هي معناها يوميا. My father likes to read stories not the sofa in the evenings. عايز اقول بابا بيحب ان هو طبعا يقرا قصص ايه الكنبه في المساء، at ولا on ولا to ولا in، ها عايز اقول بيقرا على الايه الكنبه، تبقى on the sofa، on the ايه on the sofa. I usually not my friends to have fun after I do my homework. I ايه تكست ولا تست ولا ميك ولا ريد، عايز اقول انا براسل اصدقائي تمام ان احنا ايه طبعا يعني نمرح مع بعض بعد ما بنعمل ايه بعد ما بنعمل الواجب. يراسل الكترونيا اللي هي كلمه تكست، اللي هي كلمه ايه تكست. نغير بس القلم عشان ايه ده هيضيع مننا وقت. هنا بيقول we have a beautiful knot on the floor in front of the living room. عندنا ايه على الارض اللي احنا بنحطه على الارض اسمه ايه، فريج ولا كيرتن ولا كاربت ولا تي في؟ ايوه الاجابه هنا هتبقى كلمه كاربت اللي معناها سجاده. كاربت اللي معناها ايه حبايبي؟ معناها سجاده. اوكي هنا بيقول لي هنا بيقول لي we do the same thing every day، او كلمه every day مفصوله عن بعضها اهيت، اللي فوق دي غلط تمام، دي صفه خلاص. لما اقول لك ايه an everyday activity معناها نشاط يومي، انما ديت everyday كل يوم دي حال. وطبعا everyday اللي هي دي بتساوي كلمه daily اللي احنا قلنا عليها. We do the same thing every day، يعني احنا بنعمل نفس الشيء كل يوم. When we are on holiday، لما بنبقى في اجازه. Because my family like to have a ايه؟ عيلتي بتحب يبقى عندها ايه؟ joy ولا difference ولا fun ولا routine، بيعملوا حاجه نفس الحاجه على طول يبقى عندهم روتين. خلاص يا جماعه في الهوليدايز. Come and sit on this A، تعالى واقعد على A، four people can sit on it، أربعة من الناس يقدروا يقعدوا عليها، صوفا ولا تشير ولا بيد ولا ويل تشير؟ الإجابة هنا هتبقى كلمة صوفا اللي هي معناها طبعًا إيه؟ كنبة. تعالى اقعد على الكنبة ديت أربعة تاخد إيه؟ تساعي أربعة من الناس يقدروا يقعدوا عليها. I saw أحمد the father، أنا شفت والد أحمد، on his A to work this morning. On his A road street away ولا way؟ في مصطلح بيقول on the way to، on the way A to، يبقى on his way to في طريقه إلى، on his way to معناها في طريقه إلى. روبرتا feels not when some men take their father from their home. روبرتا شعرت بإيه عندما طبعا ناس جم أخذوا أبوها من البيت؟ terrible ولا glad ولا pleased ولا boring؟ ها حست بالإيه؟ بالخوف أو بالفزع. The family don't have much money and now they are A. العيلة ما عندهاش فلوس كتير وهم دلوقتي إيه؟ poor ولا rich ولا ugly ولا boring؟ ها دي أسئلة ورك بوك على فكرة، فده دي طبعا هتبقى إيه؟ poor، ما عندهمش فلوس يبقى poor، فقراء. My little sister always looks at the knot to see herself in it. بتبص لإيه عشان تشوف نفسها؟ drawer ولا carpet ولا wardrobe ولا اللي هي mirror؟ أيوه الإجابة طبعًا mirror اللي هي معناها مرآة، اللي هي معناها إيه؟ مرآة. طيب هنا بيقول لي on a knot day Reem gets up goes to school and then helps her mom in her job. وظيفتها
ها تبقى هنا a day special ولا dangerous ولا hard ولا typical. الجملة دي مهمة جدا on a typical day، في يوم نموذجي، في يوم ايه يا حبايبي؟ نموذجي. Robert's family home in the city is big and a it's really nice. بيت روبرتا في المدينة ضخم وايه هو جميل. ها ضخم يا جماعة، ugly ولا attractive ولا boring ولا terrible؟ ها طبعا ضخم وجذاب اللي هي attractive. رقم 13 بتقول لي a not is a big cupboard when you can put your clothes. ها طبعا ديت where you can، where ديت مش وين. ها الدولاب اللي احنا بنحط فيه هدومنا اسمه wardrobe ولا mirror ولا carpet ولا drawer؟ الدولاب اسمه wardrobe. اسمه ايه؟ wardrobe. بيكمل هنا في السؤال رقم 14 وبيقول لي the farmer doesn't need to not his goats as he can find their food in the mountains. الفلاح مش عايز ايه المعيز بتاعته as he can find their food in the mountains. بيجدوا طبعا الطعام بتاعهم في الايه؟ في الجبال. eat ولا feed ولا play ولا drink؟ عايز اقول مش عايز يطعم، يبقى هنا هنقوله ايه؟ feed. لا يريد ان ايه ان يطعم، او لا يحتاج ان يطعم الايه المعيز بتاعته، لانه طبعا بايه بيجدوا الطعام بتاعهم في الجبل. هنا بيقول لي my uncle has an ot in the garden and he uses it to water his plants. عنده ايه في الحديقه بيروي بيها الزرع؟ تاب ولا تب ولا تاب ولا تيوب؟ ايوه الاجابه هنا هتبقى كلمه تاب اللي معناها طبعا ايه حنفيه، بتساوي كلمه فوسيت كده. اوكي حسن forgot to bring any food for the picnic. حسن ما جابش اي طعام في الايه في البيكنيك اللي هي الايه النزهه. but he can not our food share ولا feed ولا shade ولا wash. الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ اللي هي طبعا كلمه ايه؟ share. يقدر يشاركنا في الطعام. هنا بيقول لي can you not my mother for me because my phone isn't working. تكست ولا نيكست ولا سند ولا سبيك؟ ها الإجابة هنا هتبقى تكست. ممكن تراسل لي أمي لأن تليفوني لا يعمل. تمام. الفيوم is a large city. الفيوم is a large city with beautiful nature not nearby. nearby دي معناها قريب. ها الإجابة هنا هتبقى إيه؟ services paintings games reserves. ها with beautiful nature إيه؟ reserves محميات طبيعية قريبة. The children move from the city with their mother to a small house near a railway. A mine ولا fine ولا line ولا shine؟ اسمها railway ايه يا حبايبي؟ railway line اللي هي طريق السكة الحديد. خلاص هنا بيقول لي my dad starts work very early. يعني بابا بيبدأ الشغل بدري. so he not home before we get up. He home before we get up. He goes home ولا walks home ولا leaves home ولا watches home. يبقى من تاني my dad starts work very early so he not home. يبقى هنا leaves home بيترك البيت طبعا ايه قبل احنا ما نصحى. هنا بيقول لي crossos went to an island but there were no people. اللي هو كروسو اوكي بتاع طبعا قصه من القصص يعني نيرلي ولا نيرينج ولا نير باي ولا نيرست. ها تو انير باي هنا بيقول عام الى جزيره صغيره لكن ما كانش على حد. يو شود بي كيرفول نقط ذا نايف. ها كيرفول ايه؟ اوف ولا كيرفول تو ولا كيرفول ويز ولا كيرفول اون؟ ايوه كيرفول بتاخد حرف الجر ويز. كيرفول ويز معناها حريص مع كذا مع شيء. A not is a place where people go when they do something wrong. المكان اللي الناس بتروحه لما بيعملوا أشياء خطأ. كلينيك ولا workshop ولا prison ولا hospital. الإجابة هنا هتبقى يا حبايبي لما بيعملوا أشياء خطأ يبقى هنا بنروحوا prison اللي هو السجن. prison اللي هو السجن. Okay. This isn't your book. It not to your sister. Don't play with it. الكتاب ده مش بتاعك. عايز اقول ينتمي الى اختك. ينتمي الى تبقى gives ولا belongs ولا clowns ولا spends. ها ينتمي الى اللي هي belongs. اللي هي ايه يا حبايبي؟ belongs. اوكي هنا بيقول لي في 25 my school is a short not
from my a short A from my house. It is very near. هي قريبة قوي. A short A fly ولا a short ride ولا a short drive ولا a short walk. ها a short A يا جماعة يبقى a short walk يعني تمشية بسيطة خالص بين مدرستي بالA والبيت فبمشيها. My little brother is very A. He always wants to stay at home. مفترض stay home على طول من غير at. And watch TV. خلاص؟ Dangerous ولا boring ولا lazy ولا active. عايز يقعد في البيت على طول ويتفرج على التلفزيون يبقى إيه؟ lazy كسول. lazy اللي هي معناها إيه؟ كسول. أوكي؟ هنا 27 بيقول لي we need a computer engineer to not our computer because it doesn't work. عايزين مهندس كمبيوتر يعمل ايه في الكمبيوتر بتاعنا لانه مش شغال. make ولا do ولا play ولا repair. الاجابه هنا هتبقى كلمه repair. الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه يا حبايبي؟ repair يصلح. هنا بيقول لي I can't come to the park يعني مش هقدر اجي الحديقه because I not the house today. I clean the house ولا make the house ولا do the house ولا stay the house. مش هقدر اجي الحديقه لاني بعمل ايه في البيت؟ ايوه clean the house بنظف البيت. بنظف الايه؟ البيت عندي صيانه. اوكي شادي از ديف. شادي يعني ابكم يعني مش بيسمع. But he understands you us because we use not. هو بيفهمنا لان احنا بنستخدم معاه ايه؟ food stall ولا colors ولا sign language ولا sports. مهمة جدا بتاعت ساين لانجز ديت اللي هي لغة الإشارة. بيفهمنا بلغة الإشارة. نبيلة feels ill. نبيلة طبعا بتشعر بالإيه بالمرض. She is not in bed this morning. She is cleaning in bed, spending in bed, doing in bed ولا staying in bed. stay in bed يبقى في السرير. الجمل دي مهمة جدا من كتاب ورك بوك يا جماعة زي ما انتم ما شايفين. خلاص دي كده جمل مهمة جدا بتاعت امتحانات. هسيب لكم المذكرة دي في وصف الفيديو إن شاء الله. On Saturday I usually not time with my cousins. برضو امتحان ورك بوك. تبقى make time, spend time, do time, stay time. يقضي وقت اللي هي spend time. Okay. What time do you not your homework after school? عايز أقول الوقت اللي أنت بتعمل فيه واجبك بعد المدرسة. Make homework, clean homework, do homework ولا stay homework. أيوة اسمها do homework. من الحاجات المهمة جدا وبتيجي على فكرة في الامتحانات دو هومورك ديت. It is usually easy to not with people in other countries if you speak English. لو انت بتتكلم انجليزي من السهل ان انت ايه مع الناس اللي في البلاد الاخرى. تليفون spend right communicate. ايوه هي اسمها communicate وهي يتواصل مع. You can catch a plane from A or an A. تقدر تلحق بالطائرة منين؟ station ولا port ولا airport ولا hospital. الإجابة طبعا هتبقى كلمة airport من المطار. الطيارة بتبقى من الايربورت. بلين تبقى airport. خلاص. When you invite a person to your house لما تعتبر شخص لبيتك they are your. بيبقوا ايه؟ grass ولا guests ولا guests ولا glass. الإجابة هنا هتبقى ايه؟ أيوة كلمة guests ضيوف. اللي بيجي لك بيتك بيبقى ضيفك. بيبقى ايه؟ ضيفك. When you go on holiday لما بتطلع في أجازة you can put your clothes in a تحط هدومك في إيه؟ suitcase ولا suit ولا shopping bag ولا hand bag. ها شنطة الهدوم اسمها إيه؟ suitcase. suit إيه يا جماعة؟ suitcase. ليلى and جمال are going to marry. ليلى وجمال هيتجوزوا 1,000,000,000 مبروك يا جماعة ودعونا. Their not party is tomorrow. Their wedding party, birthday party ولا picnic party ولا journey party. ها حفلة الزفاف اسمها ايه للناس اللي هتتجوز؟ اسمها wedding party. هنا بيقول لي she works in a hospital. شغالة في مستشفى. She is working in the children's A at the moment. children A ward, word ولا a word ولا ward ولا world. ها شغالة في مستشفى يبقى في عمر الأطفال أو في قسم الأطفال. قسم إيه الأطفال أو عمر الأطفال. آية is a nurse. آية ممرضة. She helps her not to get better. بتساعد مين؟ إن هي طبعاً إن هم يبقوا كويسين. illnesses, patients, medicines, diseases. الإجابة هنا هتبقى كلمة patients المرضى. illness طبعاً مرض. medicine دواء. diseases أمراض. أوكي؟ هنا بيقول لي you need computer not for most office jobs. computer A skulls جماجم skills scales presents. presents ديت هدايا. skills موازين. skills مهارات. وskull اللي هي معناها جماجم او جمجمه يعني.
You shouldn't leave a child not in the house. عايز أقول مش مفترض تسيب طفل لوحده في البيت. Lonely, alone, along, alone. ها child إيه يا جماعة؟ أيوة alone لوحده بمفرده. تمام؟ حتى كان في فيلم اسمه Home Alone. تمام؟ هنا بيقول لي his parents were very not about his prize. الاباء ايه بالنسبه للجائزه بتاعته؟ بليزد ولا بورد ولا ساد ولا نورمال؟ ها خد جائزه النوم يبقى بليزد. سوري بليزد يا جماعه مش بورد ديت، لا هي بليزد، انا اسف، اللي هي بليزد. كانوا مبسوطين من ايه؟ من جائزته. رقم 43 بتقول I don't go to football games، ما بروحش العاب كره القدم او ماتشات كره القدم because I don't like big A، ما بحبش ايه الضخم. سيلرز ولا كراودز ولا ماسنجرز ولا وركرز؟ ها كرة القدم بتبقى في الاستاد، والاستاد بيعمل ايه؟ تجمع ضخم يا جماعه، بيعمل تجمع ايه ضخم، يبقى اللي هو ايه جمهور ضخم كراودز. اوكي ستودنتس هو كانت سي ويل شود سيت ان ذا نوت اوف ذا كلاس، الاطفال او الطلبه اللي مش بيشوفوا كويس يقعدوا فين بالنسبه للفصل؟ فور جراوند ولا باك جراوند ولا اندر جراوند ولا بلاي جراوند؟ ايوه فور جراوند، المنطقه الاماميه في الفصل. المنطقه الاماميه في ايه يا حبايبي؟ في الفصل. ماي سيستر لايكس تو ميك هير اون كلوز باي هير سيلف، اختي بتحب تعمل هدومها بنفسها. تمام؟ قال لي هنا شي لايكس نوت سويمينج سيينج سيوينج ولا سوينج؟ ها بتحب تعمل الملابس، يبقى بتحب ايه تخيط اللي هي سيوينج. 46 هنا بيقول لي دكتورز نقط بيشنس ات هوسبيتالز، الدكاتره بيعملوا ايه للعيانين في المستشفيات؟ ها هنا نقول لوك فور ولا لوك اب ولا لوك فور وورد ولا لوك افتر؟ الاجابه هنا هتبقى لوك افتر، اللي هي معناها يعتني بي، يعتني بي. تو بي نقط از تو بي فيري هابي اباوت ذا جود ثينجز ان يور لايف، انك تبقى ايه؟ تبقى سعيد بالاشياء اللي في حياتك. lonely ولا worried ولا grateful ولا greedy؟ الاجابه هنا يا جماعه هتبقى grateful اللي معناها ممتن. طب greedy معناها ايه؟ طماع. اوكي ولونلي دي معناها وحيد. it is a note that you can't come to the party. ها ايه؟ ان انت ما تقدرش تيجي الحفله. great ولا shame ولا sorry ولا worry؟ الاجابه هنا هتبقى يا حبايبي، الاجابه هنا هتبقى shame. بس كلمه shame دي صعبه قوي على فكره، يعني اتس المفترض كنا قلنا كلمه بيتي، يعني في الاصح قوي اتس ابيتي، يا حرام انت ما قدرتش تيجي الايه الحفله. بس هو طبعا ايه يعني، هي شيم هنا الادق في اللي ايه في اللي فاضلين، خلاص من العار ان انت ما جيتش الحفله. يعني شي از ليرنينج نوت شي وونتس تو امبروف هير هاند رايتنج، عايزه تحسن خطها، زي خطي كده، خطي وحش جدا اهوت. بايوجرافي اوتوجرافي ولا كولوجرافي ولا جيوجرافي؟ اللي هي دراسة الخط اسمها ايه يا جماعة؟ أو الكتابة اسمها كولوجرافي. It's not to feel sad when someone treats you unkindly. ها It's happy ولا It's nature ولا normal ولا slow؟ ها من الايه ان انت تشعر بالحزن لما حد يعملك وحش؟ ايوه من الطبيعي ان الواحد ايه يشعر بالايه بالحزن، تبقى It's normal. It's normal يا حبايبي. A street A is a person who sells food in the street. لو قال لك ستريت وفود يبقى ستريت فود سيلر على طول، ستريت فود سيلر خلاص، يبقى ديت ستريت فود سيلر از ا بيرسون هو سيلز فود ان ذا ستريت، الراجل بتاع عربيه الفول يعني. A not worker speaks with people on the phone and solves their problems، مين العامل اللي بيحل الناس المشاكل في الايه في التليفونات؟ كول سنتر، دنتست، اركيولوجيست ولا نيرس؟ كول سنتر طبعا وركر، عامل التليفونات. كلمة archaeologist ديت معناها عالم آثار. dentist طبعا دكتور أسنان ونيرس ممرضة. I don't، هنا بيقول لي don't forget to not your friends to your sister's wedding، طبعا المفترض ان دي هنا كابيتال. don't forget to ايه؟ come ولا have ولا invite ولا enjoy؟ عايز اقول لك ما تنساش تدعي اصدقائك على ايه؟ على حفلة ايه؟ جواز اختك. ها الاجابة هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى طبعا هنا invite، لا تنسى ان تدعو. طبعا الجمله دي call center، خلاص خلي بالك منها. ابي يقول لي انا نقط someone who is between 13 and 19 years old، اللي بين سن ال 13 و 19، اسمه child ولا teenager ولا toddler ولا sinner؟
13 ل 19 اسمه مراهق اللي هو تينيجر، اللي هي يا حبايبي تينيجر. اوكي، every teacher should not students kindly، كل مدرس المفترض ايه الطلاب بشكل طيب، hurt ولا wave ولا treat ولا hat. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ خد 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 برضو نفسك كده وفكر. الاجابه هنا هتبقى كلمه تريت، يعامل كل معلم مفترض يعامل الايه الطلبه بشكل جيد. بيقول لي هنا I not you are enjoying your trip، I want you ولا I hope you ولا show you ولا pass you. عايز اقول اامل ان انت تستمتع بايه برحلتك، I hope يامل. نقط person is a person who can't hear، مش بيسمع. الشخص اللي مش بيسمع اسمه blind ولا weak ولا deaf ولا strong. الإجابة هنا تبقى deaf اللي هو ايه أبكم. The Egyptian handball team won an important نقط in 2020. development طبعا فيه هنا حرف T ولا experiment ولا computation ولا compilation. عايز اقول فريق كرة اليد فاز بايه بمسابقة مهمة جدا في 2020 تبقى competition معنى مسابقة. Anot knows how to look inside the body to help people who are ill. مين اللي بيقدر يبص لجسم الانسان عشان يساعد المرضى؟ sports coach، سيرجن ولا بوليس اوفيسر ولا هيرو. الاجابه هنا تبقى يا حبايبي سيرجن اللي هو طبعا الدكتور الجراح، الدكتور اللي يا حبايبي الجراح. ا او ان طبعا ا مع الحاجات اللي بتبدا بحرف ساكن، وان مع الحاجات اللي بتبدا بايه بمتحرك واحد طلق اوبشنال كده. ا او ان نقط does experiments to study and find about how things work. مين يا جماعه اللي بيعمل التجارب عشان يعرف الحياه ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي؟ ايوه ايفنت ولا ساينتست ولا وركر ولا هيرو. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ساينتست اللي معناها طبعا عالم. ا نقط از ان ايفنت وين بيبول تراي تو جيت ا برايز، حدث الناس بتحاول تحصل فيه على جوائز. باي بينج ذا بيست ات سمثينج، ان هم يكونوا الافضل في شيء. تيم ولا تشاريتي ولا كوتش ولا كومبيتيشن. ها الحصول على جوائز بيبقى في الايه؟ بيبقى في الكومبيتيشن في المسابقات، هي حدث طبعا الكل بيتنافس على الحصول على افضل ايه الهدايا والايه والجوائز. ا او ان ايه is something serious or dangerous that you need to do something about، حاجه طبعا خطره ومحتاج ان انت تتصرف معاها. organization emergency charity ولا crescent. الإجابة هنا هتبقى يا حبايبي كلمة emergency بمعنى طوارئ. طب يا مستر كريسنت دي اللي هو الهلال، charity اللي هي جمعية خيرية، organization منظمة. زي نقط is the area outside a city، المنطقة اللي بتبقى خارج المدينة. where there are farms and lots of nature، فيها طبعا حقول زراعية وإيه وطبيعة إيه وطبيعة كثيرة. mountain ولا earthquake ولا countryside ولا crescent. الإجابة هنا طبعا هتبقى كلمة countryside اللي هو الريف، اللي هو ليه حبايبي الريف. منى's mother is at the hospital، منى ومستشفى hospital. they don't pay her for her work، ما بتدفعولهاش فلوس على شغلها. هتبقى coach ولا volunteer ولا patient ولا adult. ايوه الاجابه هنا هتبقى كلمه volunteer اللي معناها طبعا ايه متطوع، ما بتاخدش فلوس تبقى متطوع. Anot helps people or animals that need help، charity worker، sports coach، nuclear scientist ولا fruit seller. اللي بيساعد الحيوانات طبعا اللي محتاجه المساعده اسمه طبعا charity worker اللي هو عامل ايه الجمعيه الخيريه. my sister has passed all her exams with good marks، اختي طبعا نجحت في الامتحان بدرجات كويسه. and we are very a of her، واحنا ايه بالنسبه لها؟ worried ولا pleased ولا proud ولا crowded. ها عايز اقول كلنا فخورين ان هي نجحت تبقى براود، اسمها براود اوف يا جماعه. The heart not blood around the body، عايز اقول ان القلب بيضخ الدم حول الجسم. takes in ولا drinks ولا bombs ولا blunts. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ايوه هتبقى كلمه bombs، يضخ تمام، يضخ الدم اللي هي bomb blood تمام. هنا بيقول لي teaches people how to play and improve. نقط في هنا نقط يا جماعه. نقط teaches people how to play or improve sport. مين اللي بيساعد الناس ان تحسن الرياضه وتلعب الرياضه؟ sports coach، scientist، teacher، professor. الاجابه هنا تبقى ايه؟ sports coach اللي هو مدرب الرياضه. I always give
money to earn أو an aid that helps poor children. أنا بدي فلوس أو بعطي فلوس لإيه اللي بتساعد الأطفال المحتاجين الفقراء. medicine ولا library ولا history ولا charity. طبعاً إيه مهمة جداً اللي هي كلمة إيه charity. هي كلمة إيه حبايبي charity. هنا بيقول لي you can only open this door in a أو an a such as a fire. ها تقدر تفتح الباب ده بس في حالة طبعا الايه النار بليجر ولا تشاريتي ولا ايمرجنسي ولا اورجانيزيشن نار يبقى ده طوارئ خلاص تقدر تفتح هذا الباب في الطوارئ مثل الايه مثل النيران او الحرائق انوت هيلبس بيبل هو ار بور مين اللي بيساعد الفقراء سيك دونت هاف ا هوم ما عندهمش طبعا ايه منزل اسمه ايه بريزن ولا تشاريتي ولا ميوزيوم ولا ثياتر اللي جاب هنا تبقى كلمه ايه شارتي طبعا اللي معناها جمعية خيرية اللي معناها جمعية ايه يا حبايبي خيرية هنا بيقول لي the knot tells the parts of our body what to do ايه حتة في الجسم اللي بتقول الأعضاء الجسم تعمل ايه heart ولا stomach ولا eye ولا brain ايوه المخ هو اللي بيتحكم في جميع حركات الايه الجسم تمام هنا بيقول لي Lena's cousin in hospital خلاص Lena's cousin in hospital with an IA infect ولا infected ولا infect ولا infection ولا infectious عايز اقول طبعا اخدينا في المستشفى طبعا ايه بعدوى في العين بعدوى في ايه في العين بس طبعا هنا مفترض is مفترض ايه Lena's cousin is in Lena's cousin is a is in okay Adam fell off his bike and has a big A on his arm. وقع من على العجلة وحصل له إيه في دراعه؟ burn ولا infection ولا cut ولا burn. اللي بيقع من على حاجة يحصل له إما كسر إما تعويرة. كلمة cut دي معناها إيه؟ تعويرة. The lungs اللي هي الرئتين take in air بتاخد الهواء and helps us to not breathe ولا breath ولا freeze ولا breathe. الإجابة هنا يا جماعة هتبقى كلمة بريز اللي معناها يتنفس إنما دي معناها نفس دي اسم تو طبعا بيجي بعد منها الإيه المصدر Our streets are clean because not don't leave any paper there شوارعنا نظيفة جدا عايز أقول مين مش بيسيب ورق هناك rubbish collectors volunteers shop workers ولا sellers أيوه طبعا هم الإيه rubbish collectors ما بيسيبوش أي إيه أي ورق فيها تمام هنا بيقول لي حازم نقط his leg in a car accident عايز اقول حازم فقد رجله في طبعا في حادث سياره تبقى lost ولا وان ولا طب ولا جيف هنا طبعا lost هي الصحيحه فقد ساقه فقد يا حبايبي فقد ساقه there have been great advances in the knot of cancer كانسر اللي هو السرطان اعزنا الله واياكم منه treatment ولا development ولا moment ولا monument there have been great advances in the in the in the treatment في علاج في طبعا تحسن او تقدم في علاجات الايه السرطان تمام not our brave people because they save people's lives اللي بيحموا حياه الناس اسمهم ايه robbers ولا hunters ولا firefighters ولا fireworks ايوه محاربو الاطفاء اللي هم فاير فايترز اللي هم رجال الاطفاء. This great charity helps children not heart problems. ها عايز اقول ان المنظمه دي بتساعد الاطفال اللي عندهم مشاكل في القلب with ولا by ولا in ولا on الاجابه طبعا هتبقى with. خلاص children with heart problems اطفال عندهم مشاكل في الايه؟ في القلب. هدى went to a surgeon to not the cut in her hand. ها راحت للدكتور عشان تعمل ايه في الجرح اللي في ايديها كوك ولا بريك ولا سو ولا بلانت ها الدكتور الجراح بيعمل ايه في الجروح سو بيخيط اوكي the little child knocked off his bike and broke his leg الطفل الصغير عايز اقول وقع من العجله ورجليه اتكسرت الف سلامه فيلت ولا فيلد ولا فيلد ولا فيل يسقط من على اللي هي كلمه فيل طبعا المصدر بتاعها كلمه فول فول يسقط فيل سقط طبعا فيل دي رصبه سقط يعني فيل يملا فيلت دي التصريف الثاني من فيل اللي معناها يشعر Women usually wear not which is made of gold بيلبسوا حاجات مصنوعة من الذهب اسمها furniture ولا jewelry ولا information ولا clothes الإجابة طبعا هنا هتبقى كلمة jewelry أو jewelry خلاص معناها طبعا إيه مجوهرات
دكتور مجدي يعقوب is a world famous heart a worker ولا scientist ولا waiter ولا surgeon. ها عايز اقول دكتور قلب يا جماعه وجراح قلب اللي هي طبعا كلمه ايه surgeon. My brother is only 10 years. اخويا عنده 10 سنين بس. He wants to join the not team. عايز يخش فريق الايه small ولا old ولا junior ولا senior. 10 سنين يبقى junior صغار خلاص. طبعا سينيور اللي هم الكبار الفريق الاول طبعا ده فريق الايه الشباب اللي هم تحت السن يعني. We walked under a big knot before we entered the museum. We walked under a big ايه مشينا تحت ايه كبير قبل ما نخش المتحف. Arc ولا statue ولا castle ولا mosque. ها الاجابه هنا هتبقى ايه يا جماعه؟ Arc اللي هي كلمه ايه Arc خلاص اللي يعني عارفين الارج اللي هو ايه ارج يعني او زي نفق كده اللي هو ايه مدور كده. This building became not after an earthquake. المبنى ده حصل له ايه بعد الزلزال. Statues ولا ruins ولا castles ولا mosques. الإجابة هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ كلمة ruins. خلاص المبنى يا جماعة أصبح ايه أطلال أصبح ايه أطلال يعني بقايا تهدم يعني. There are more than 2000 not in the museum. في أكتر من 2000 ايه في المتحف. Subjects, projects, parts ولا objects. عايز أقول القطع الأثرية قطع اللي هي كلمة objects قطع أثرية اسمها objects خلاص. هبة is not interested. كلمة interested دي بتاخد ايه؟ بتاخد ان interested ان على طول. This chemical هذه المادة الكيميائية helps to keep not mosquitoes. keep ايه؟ عايز أقول المادة الكيميائية دي بتبعد الناموس. keep away ولا keep by ولا keep for ولا keep in. أيوة keep away يا جماعة بتبعد أو بتطفش الإيه الناموس. هو بصراحة حاجة يعني إيه مقرفة. A knot is a piece of equipment you can use to make or repair thing. حاجة بتستخدمها في إصلاح الإيه الأشياء أو عمايلها. vase ولا tape ولا tool ولا part. حاجة بتستخدم في عمل شيء اللي هي كلمة إيه tool أداة. tool يعني إيه حبايبي؟ يعني أداة. رقم 92 بتقول لي a knot is a model of person. model of person figure ولا tag ولا coin ولا pot. عايز اقول يا جماعه يعني مجسم لانسان اسمه figure. مجسم لانسان اسمه ايه figure. in the past في الماضي people built not to watch their favorite sports. الناس في الماضي بنت ايه عشان تشوفوا الرياضه المهمه. museums mosques stadiums theaters. مش كانوا يشوفوا الرياضة في الايه في الستاديومز. اوكي we bought a new house with a large knot. entrance ولا wall ولا room ولا castle. بنينا بيت كبير وله ايه ضخم. ايوه a large entrance. a large ايه يا حبايبي؟ entrance اللي معناها طبعا ايه مدخل معناها مدخل. هنا بيقول لي we are proud of our A handball team. they won the cup. عايز اقول احنا فخورين بايه يا حبايبي؟ فخورين بايه؟ الفريق كرة اليد اللي هم فازوا بالايه بالكاس. world handball team modern ولا ancient ولا national. عايز اقول الفريق القومي لكرة اليد. الفريق القومي لكرة اليد اسمها national handball team. الفريق القومي لكرة القدم national football team. خلاص الفريق القومي للكاراتيه يبقى ناشونال كاراتيه تيم. اوكي هنا بيقول لي children must learn how to not politely all the time. الاجابه هنا هتبقى ايه treat ولا behave ولا do ولا make. الاطفال المفترض ان هم يتعلموا ان هم ايه يتصرفوا بشكل كويس او بشكل مهذب كل يوم اللي هي كلمه behave اللي هي كلمه ايه يا حبايبي behave. From the top of the Cairo Tower من قمة برج القاهرة I enjoyed the beautiful knot of the city. location site view ولا review. ها الإجابة هنا تبقى يا حبايبي view. منظر يا جماعة من مكان اسمه view. منظر من مكان اسمه ايه view. Can you not a good hotel near here. ها عايز اقول ايه recommend ولا advise ولا tell ولا say. عايز اقول هل تستطيع ان ترشح فندق كويس بالقرب من هنا. ريكومند يا جماعة اللي هي معناها ايه يرشح. My mother uses healthy not when she cooks our food. ماما بتستخدم ايه صحي وهي بتطبخ. lists ولا subjects ولا ingredients ولا bands. ها الإجابة هنا هتبقى كلمة ايه ingredients. ماما بتستخدم ايه مكونات صحية في وقت ايه اعمال الأكل.
مقط is a kind of jewelry that we you wear around your neck. حاجة بنلبسها حول رقبتنا من المجوهرات. Ring ولا watch ولا necklace ولا glasses. الإجابة هنا هتبقى إيه؟ necklace اللي عقد. العقد أو السلسلة. نقط are damaging many countries around the world. حاجات دمرت طبعاً دمج دي يدمر بلاد كتير في العالم. Wars ولا weddings ولا birthdays ولا parties. عايز اقول الحروب دمرت الكثير من البلاد في العالم. There are no schools for deaf people who can't hear. Special schools ولا tourist schools, crowd schools, ugly schools. اللي جابها هنا هتبقى كلمة special مدارس خاصة. مدارس يا جماعة خاصة. I read an interesting note about tourism in a magazine. Debate ولا report ولا paper ولا plan. عايز اقول انا قرأت تقرير طبعا عن ايه؟ عن السياحة في مجلة. تقرير اللي هي كلمة report. اللي هي كلمة ايه يا حبيبي؟ report. Okay. Not all small pieces of metal used as money. يعني حاجات معدنية بتستخدم كفلوس. اسمها statues, jewelry ولا coins ولا temples. اللي جابها هنا تبقى ايه؟ كلمة coins. عملات معدنية. عملات ايه يا حبيبي؟ معدنية. هنا بيقول لي ancient Egyptians made pots and bowls of air from the Nile. كانوا يصنعوا طبعا الحلل والطاسات والسلطانيات من ايه؟ من النيل. ميتال ولا وول ولا كلاي ولا ووتر. الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى كلمه كلاي اللي معناها طمي. اللي معناها ايه؟ طمي. ancient Egyptians used not for writing. ها استخدموا ايه للكتابه يا حبايبي؟ بيبراس ولا وود ولا وول ولا بيبر. المصريين كانوا يستخدموا في الكتابه ايوه بيبراس اللي هو طبعا ورق البردي. ورق الايه؟ البردي. My mother wears two knots on her fingers. ماما لابسه ايه؟ في صابعها. They are expensive. هم غاليين. Rings ولا watches ولا scarves ولا necklaces. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ايوه كلمه rings. لابسه طبعا خواتم في ايديها وهم غاليين. People wear glasses to not their eyes from the sun. Affect ولا protect ولا infect ولا give. عايز اقول الناس بتلبس النظارات عشان تحمي عينيها من الشمس. يحمي طبعا ليه كلمة ايه؟ protect. كلمة ايه يا حبايبي؟ بيكمل هنا وبيقول لي النقط is when different people with different ideas talk about something. debate ولا date ولا carpet ولا lamp. يعني عايز اقول لما شخصين يكونوا بيتكلموا مع بعض على حاجتين مختلفتين تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ايوه اسمه debate. خلاص؟ نزاع. اللي هو ايه يا جماعة؟ نزاع. Anot is a building where Muslims pray. ما اسمهاش Muslims. اسمها Muslims. بتتنطق Muslims. الصح ان احنا نقولها Muslims. هم بيقولوا Muslims ان هم يعني نسبة الى الظلام. ومقصودة منهم على فكرة. فيهم ناس بتدرس اللغة العربية. يبقى الإجابة هنا هتبقى ايه؟ بيصلوا فين المسلمين؟ Castle, statue ولا mosque ولا دي طبعا ايه متشالة. يبقى الإجابة هنا هتبقى كلمة ايه؟ mosque. اللي هو ايه؟ المسجد. There was a note in our class about how we help the environment. في ايه فصلنا عن طبعا ايه مساعدة البيئة. Debate ولا date ولا carpet ولا lamp. There was a note in our class about how. يبقى الإجابة هنا تبقى كلمة debate. كان في طبعا ايه نقاش. نقاش تمام او نزاع في نقاش يعني عن ايه ازاي نزاع نقاش. طبعا debate يا جماعة معناها نقاش. اهيت اكتبها لكم نقاش. خلاص. Not is important for Egypt because it brings a lot of money and jobs. ايه المهم لمصر وبيجيب فلوس ووظائف؟ Infection ولا illness ولا pollution ولا tourism. ايوه بيجيب فلوس يبقى tourism اللي هي السياحة. A not is something that women use to put their money in. بيحطوا فلوسهم في الستات. ايه هما؟ suitcase ولا باسكت ولا بيرس ولا تول. الإجابة هنا هتبقى كلمة بيرس اللي هي ايه؟ البوك بتاع الستات او حافظة النقود بتاعة الستات. My aunt is a not she has a big company. الإجابة تبقى teacher ولا baker ولا business woman ولا secretary. الإجابة هنا هتبقى جماعة شغالة في شركة هتبقى ايه؟ secretary سكرتيرة. The baker locked the not when Sarah gave all cakes to the beggar. الخباز بيبدو عليه ان هو كان ايه لما ساره ادت الايه التورتات او الكيكات للايه للراجل الشحاز. الاجابه تبقى سربرايز ولا سربرايزنج ولا سربرايزد ولا سربرايزز.
يبقى هنا الوقت ايه؟ انا لما يكون بتكلم عن شخص بقول اي دي، باخد اللي فيها اي دي، صفه منتهيه باي دي، سربرايزد. لو شيء يبقى سربرايزنج، مدهش، مندهش ومدهش. The rich help the poor people a lot when they give money to charities. اللي عايز اقول الاغنياء بيساعدوا الفقراء كتير لما هم ايه، فلوس للجمعيات الخيريه، سيل ولا بورو ولا دونيت ولا لوز. ها هنا هنقولوا ايه؟ دونيت اللي هي يوهب او يعطي او يتبرع. He lives on the 17th floor. خلاص يعني عايش في ايه، في الدور رقم 17. اوكي okay. He always takes the بياخد الايه، steps ولا ladder ولا left ولا plane. واحد في ال17 هيطلع على السلالم، بقى طبعا الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه، left، اللي معناها طبعا اللي معناها الاسانسير، بياخد الاسانسير يا جماعه. بيكمل هنا بيقول لي they gave the footballer a mock test to check his health. خلاص هم اعطوا ايه للاعب الكره اللي كانت ايه، يفحصوا صحته، leveling ولا random ولا simple ولا difficult. ها الاجابه هنا تبقى ايه، random test. random test اللي هو طبعا ايه، اختبار عشوائي، عمل اختبار عشوائي للاعب الكره عشان يتاكدوا من ايه او يفحصوا صحته. We all remember my grandfather's not he always helped us when we were children. خلاص دي كلمه children ناقصه مش كامله هنا. خلاص cruelty advice kindness ugliness. يبقى من تاني we all remember grandfather's ايه، ها هنا هنقوله kindness ولا advice. يا جماعه نختار ايه في دول؟ يعني نقوله احنا بنتذكر، احنا كلنا بنتذكر طيبه جدنا، هو دايما كان بيساعدنا واحنا ايه عندما كنا صغار، ولا نصيحته هي طبعا ايه اللي هي طبعا كلمه ايه، kindness. وعلى فكره كلمه advice تمشي، يعني دي تمشي ودي تمشي. This book is not you should read it. الكتاب ده ايه يجب ان تقراه، boring ولا bad ولا useless ولا fantastic. الاجابه ده اللي يجب انك تقراه، يبقى ده الكتاب ايه يا جماعه، fantastic اللي هو رائع، boring طبعا ممل، bad سيء، useless غير مفيد. Adam knew everyone in the village. Adam عارف كل الناس اللي في القريه. So he was surprised. هو طبعا اهوت يا جماعه، هي عاقل خدت الايدي. When a knot walked into his shop. ها يعني هو طبعا ايه عارف كل الناس اللي في القريه، وهو كان مندهش لما مين دخل المحل عنده، نيبر ولا ريلاتيف ولا سترينجر ولا فريند. ها الاجابه هنا طبعا هتبقى كلمه سترينجر اللي معناها شخص غريب، شخص ايه؟ غريب، شخص غريب يا حبايب. The teacher asked the students to not turn talking about the pictures. ها بلان ولا دو ولا ميك ولا تيك. ها عايز اقول يتناوب الادوار، المدرس طلب من الطلاب ان هم يتناوبوا الادوار، اسمها تيك تيرنز، اعرفوها مهمه جدا. تيك تيرنز اللي هي مهمه جدا يا جماعه. اوكي هنا بيقول لي يو شود نوت يور ثينكس افتر يوزنج ذم. ها تيك اوت ولا لوك افتر ولا بوت اواي ولا جيف اب. عايز اقول يجب انك تعمل ايه في اشيائك بعد ما تستخدمهم، ترميهم بقى ولا تعمل ايه بالظبط، اللي هي بوت اواي، اضعها في مكانها الايه المعقول يا جماعه او المعتاد. هنا بيقول لي not always ask people for money، اللي بيطلب من الناس الفلوس، تورست ولا بيكرز ولا ماسترز ولا بيجرز. الاجابه هنا هتبقى كلمه بيجرز اللي هم شحاذ، دي معناها شحات او شحاذ، اللفظ باللغه العربيه الفصحى شحاذ. I saw an old man who can't walk and use wheelchair. شفت راجل ايه ما بيمشيش وبيستخدم كرسي متحرك. ميسي ولا جينيريوس ولا كليفر ولا ديسابلد. الاجابه طبعا هنا هتبقى ديسابلد، معاق، شخص معاق. Let's go to the not we have got science. يلا بينا نروح ايه عندنا العلوم. Library، canteen، laboratory ولا club. الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ laboratory. Okay. A not is a person who works at airports. شخص شغال في المطارات، pilot ولا sailor ولا writer ولا firefighter. في المطار اسمه يا جماعه؟ اسمه pilot اللي هو الطيار، اللي هو الطيار. The not means people who live in a certain area in a city or a town. هم عايشين في حته معينه، في مدينه او في ايه، او في مدينه صغيره. تبقى community ولا distance ولا country ولا village. الناس اللي عايشين في مدينه اسمهم community، مجتمع.
نوع school is school where students study and live in live all the time. مدرسة الطلاب بيدرسوا فيها وبيعيشوا فيها. boarding ولا board ولا abroad ولا abroad. طبعا هنا هتبقى boarding school. boarding هي جماعة school. مدارس اللي هي فيها إقامة للطلبة اسمها boarding school. The not goes to prison for taking things that don't belong to him. مين اللي بيروح السجن؟ مين هو اللي راح السجن عشان اخد حاجات ما تنتميش ليه؟ بوليس ولا ثيف ولا فالنتير ولا كلمه شارتي؟ الاجابه هنا هتبقى يا حبايبي ايوه ثيف اللي معناها ايه؟ حرامي. ثيف اللي معناها ايه؟ حرامي. هنا بيقول لي وشو نقط when you do things to help others and show your care about them. انت بتعرض ايه لما طبعا ايه بتعمل اشياء لتساعد الاخرين وطبعا بتعرض لهم ان انت مهتم بيهم. kindness ولا sadness ولا carelessness ولا laziness؟ الاجابة هنا طبعا هتبقى kindness. عفوا. our apartment is not the fifth floor. ها كلمة floor دي يا جماعة بيجيب منها حرف الجر ايه؟ on. خلاص on كذا في الدور الكذا. هنا بيقول لي this charity has got a lot of A from rich people. بياخدوا الجمعية الخيرية دي بتاخد A من الناس الأغنياء. pollution, equipment, donation ولا development؟ الإجابة هنا هتبقى يا حبايبي كلمة donation. تمام اللي هي التبرعات، المنظمة الخيرية بتاخد تبرعات من الناس عشان خاطر الـ A الفقراء. please take your not home. خد A البيت. don't leave it in the park. ما تسيبهاش في A في الحديقة. rubbish ولا grass ولا jewelry ولا music. ما ترميش ايه وما تسيبش ايه في الحديقة اللي هي الربش بتاعك اللي هي الزبالة بتاعتك. it was raining for days. يعني الجو بيشتي الايام. and then there was a knot. بعد كده كان فيه ايه؟ so people used boats to leave their houses. لذلك الناس طبعا استخدمت مراكب عشان تسيب البيوت. يبقى flood ولا storm ولا drought ولا fire. ها الإجابة هنا إيه؟ بيستخدموا مراكب يبقى فيه فلط فيضان. دي معناها إيه؟ دي معناها فيضان. خلاص؟ طبعًا دي معناها جفاف. نكتب بالقلم ده يا جماعة عشان خاطر إيه؟ نقدر نعمل تعليقاتنا بشكل إيه سهل. There are a lot of cars in the city so the air not is very bad. في طبعًا عربيات كتير في المدينة لذلك الهواء ماله سيء جدًا. polluting ولا بليوت ولا بلوتد ولا بلوشن. ها so the air ايه يا جماعة؟ التلوث الهواء اللي هي كلمة بلوشن اللي هي كلمة ايه؟ air pollution تلوث. دي معناها تلوث. خلاص there was no rain for 4 months this winter. ما كانش فيه اي مطر لمدة 4 شهور هذا الشتاء. so now there is a ايه؟ دلوقتي فيه ايه؟ flood ولا storm ولا drought ولا drought. ها جفاف اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي drought الاخيرة لسه كاتبينها فوق اللي هي كلمة drought ايه. okay not many fish live in this river او in the river because it is very ايه؟ مفيش سمك كتير بيعيش في النهر لان النهر ماله؟ polluting polluted ولا pollution. الإجابة هنا هتبقى ايه؟ polluted. it is very polluted ملوث. bikes are a او an a form of transport because they use no fuel. ها العجل نوع ايه من وسائل المواصلات ما بيستخدمش الوقود. فيول ولا جرين ولا اويل ولا بترول؟ ها الاجابه هنا هتبقى يا جماعه جرين فورم يعني نوع ايه؟ نظيف. نوع ايه يا حبايبي؟ نوع نظيف. اوكي النقط is a long area of water made for ships or boats. منطقة كبيرة طبعا للإيه؟ للسفن والإيه والقوارب. coast ولا park ولا canal ولا beach. ها إيه يا جماعة هنا اللي بيتعمل للإيه للسفن؟ ها أنا عندي طبعا park دي هتبقى غلط وcanal دي هتبقى إيه؟ النقط is a long area of water made for ships or كذا. ها اللي هي كنال القناة طبعا ديت مكان طويل من المياه طبعا للايه للسفن والايه والقوارب. السفن والايه والقوارب طبعا القوارب والسفن ما بيجيش على الشاطئ عموما ولا الايه الساحل. اوكي هنا بيكمل وبيقول لي نقط is a plant used for making clothes. نبات بنستخدمه لعمل الايه الملابس. قطن ولا شجر ولا ويت ولا فلور؟ الاجابه طبعا معروفه ان هي كلمه ايه؟ قطن. اللي هي كلمه قطن. نكمل هنا مع بعض. بيقول لي هنا drier weather is not the ice on the top of the mountains. الجو الجاف بيعمل ايه في الجليد اللي على قمه الايه الجبال.
sinking ولا trying ولا leaving ولا melting. طبعا هي كلمة melting يذوب أو يذوب، يذوب الجو الجاف بيدوب الجليد اللي على قمم الجبال. The north is getting higher because the climate is changing. ايه اللي بيعلى بسبب تغير المناخ؟ environment ولا mark ولا temperature ولا mountain. اللي جاب هنا تبقى كلمة temperature المناخ حرارة، خلاص environment بيئة، mountain جبل. هنا بيقول لي many countries try not things to help the environment. ها بيستخدموا ايه اشياء ايه بي 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 الكثير من البلاد بتحاول ايه اشياء لكي تحافظ على البيئة، او recycling ولا cycling ولا damaging ولا throwing. الإجابة طبعا هنا هتبقى كلمة ايه recycling، هتبقى ايه حبايبي recycling. اوكي خليكم معايا لحظة واحدة. طيب هنا بيقول لي، هنا بيقول لي the north in Australia is becoming hotter and drier. ايه اللي في استراليا اللي طبعا بيصبح حار وايه وجاف؟ كلايمت ولا ويزر ولا ويزر ولا اير؟ هي طبعا كلمة ايه الطقس، الطقس اللي هو كلمة ايه ويزر. تمام الطقس طبعا بيصبح ايه حار وجاف في استراليا. This week the north is going to be very hot. هذا الاسبوع ايه اللي هيبقى حار؟ ستورم ولا ويزر ولا بريز ولا كلايمت؟ الإجابة طبعا هنا هتبقى كلمة ايه ويزر برضو. مور نقط، الطقس في الأسبوع ده هيبقى حر. مور نقط مين worse fires than other than ever before. ها floods ولا floats ولا droughts ولا droughts. ها عايز أقول الكثير من الجفاف، جفاف يعني ايه droughts. خلاص نقط cars are better than usual cars. العربيات الايه أفضل من العربيات التقليدية. زي do not pollute the pollution. electricity ولا electrical ولا electric ولا electrician. عايز اقول عربيات كهربية electric cars، اسمها electric cars، خلي بالك من ديت. هنا بيقول لي every activity people do can damage or help the not we live in. اي حاجة الناس بتعمل اي نشاط يا اما بيدمر يا اما بيساعد الايه اللي احنا عايشين فيها. environment experiment laboratory ولا equipment. الاجابة هنا تبقى كلمة ايه environment. environment طبعا ده بيه عشان بس الكلام يبقى ايه يبقى واضح. climate change is التغير المناخي is a not problem that we should care about. مشكلة ايه يجب ان نعتني بها. community national local global. ها التغير المناخي طبعا مشكلة ايه عالمية global. okay my mother always tells me how to not my problems alone. المشاكل بنعمل ايه attack ولا kill ولا solve ولا كل ده. الإجابة طبعا solve معناها يحل، solve problems يحل المشاكل، يحل الايه المشاكل. when there is too much smoke coming out from the factories. لما يبقى فيه دخان كتير طالع من المصانع it not air pollution it causes stops protects ولا saves. عايز اقول هي تسبب، يبقى هنا causes اللي هي يسبب. اوكي protect دي معناها يحمي، save يوفر، stop يتوقف، cause دي معناها يسبب. اوكي معناها يسبب. rubbish in the river الزبالة اللي في النهر. نقط زوال ضعيف stores ولا damages ولا protects ولا products. الإجابة هنا هتبقى يا جماعة ها بتدمر اللي هي كلمة ايه damages. 155 بتقول my mother often not me to get my school bag ready before I sleep. يلا بينا كده نشوف الاختيارات. دلوقتي بقى معايا مراجعة على الجرامر بتاع المنهج. هنا بيقول لي we not to play tennis every week in the club. every دي دل على المضارع البسيط. تمام دل على المضارع ايه البسيط. يبقى انا عندي we جمع يبقى تاخد مصدر بس. prefers ولا preferred ولا preferring ولا prefer. اللي جابه هنا يا حبايبي هتبقى كلمة prefer. تمام لان طبعا الجمع اللي هو we بياخد المصدر بس في المضارع البسيط. Dina goes swimming on Thursday and Saturday. She not goes swimming. ها بتروح طبعا يوم الخميس ويوم السبت. يبقى she never ولا sometimes ولا always ولا usually. ها هنا نقوله يا جماعة هنا نقوله sometimes. هنا نقوله ايه sometimes احيانا. We not go to school on Fridays. ها نروح المدارس يوم الجمعة؟ لا طبعا الإجابة هنا هتبقى never أبدا أبدا لا نذهب إلى المدارس يوم الجمعة.
My brother not a clever tennis player. Always ولا is always ولا always is ولا never. طبعا always ما تنفعش هي ونيفر لان دولت عايزين فعل وهنا مفيش فعل. يبقى انا عايز يا اما is always يا اما always is. انا قلت يا حبايبي ان احنا بنحط كلمات الدالة على زمن المضارع البسيط فين؟ في حالة ان الفعل يكون am او is او are، بنحطها بعد am و is و are، يبقى الاجابة هنا هتبقى is always. is ايه؟ is always. Does علي نقط كافيه with his family؟ تبقى drinks drink always ولا drinks always ولا always drink ولا always drinks. اولا انا عندي كلمة does دي بيجي بعد منها المصدر، يبقى انا عندي اللي فيها s غلط، اللي فيها s ايه؟ غلط. فاضل لي drink always ولا always drink. احنا معروف يا جماعه ان الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط بتيجي بعد الفعل مباشره سواء في الجمله او في السؤال، يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هنا هنقوله always drink. يبقى does علي always drink coffee with his family. سماء and هند always not in the home، يعني المفترض in the house، دي المفترض تبقى house. الصح بتاعها نكتب ايه؟ house. يبقى سما اند هند اولويز نوت ان ذا هاوس. هيلب خلاص ولا هيلبنج ولا هيلبس ولا تو هيلب. طبعا دول جمع، ما ينفعش نقول تو خلاص، ما ينفعش ناخد اللي فيها اسم، ما ينفعش اي ان جي، فاعل اي ان جي غلط، يبقى الاجابه هنا هنقول ايه؟ هيلب. خلاص عايزها تبقى هوم تقول ات هوم، يعني ان ذا هاوس او ات هوم، عشان بس نبقى منصفين وبنقول كل الايه الحاجات. رقم 7 بتقول لي How نقط do you watch TV only twice a week؟ لما تلاقي كلمة twice، لما تلاقي كلمة once وtwice وthrice اللي معناها مرة ومرتين وثلاث مرات، دي كلمات دالة على المضارع البسيط، ولما بنيجي بنلاقيها بنسأل بإيه؟ بهاو إيه؟ هاو ميني ولا هاو لونج ولا هاو ماتش ولا هاو أوفن؟ كم عدد المرات اللي هي هاو أوفن؟ هاو إيه يا حبايبي؟ هاو أوفن. Our teacher of English not speaks Arabic in class، عايز اقول المدرس الانجليزي بتاعنا ما بيتكلمش عربي في الفصل. يبقى don't ولا doesn't ولا never ولا won't. واحد هيقول لي يا مستر تيتشر اوف انجلش ده مفرد المفترض ناخد doesn't. لا doesn't غلط. طب حد يقول لي ليه؟ لان انا عندي doesn't بيجي بعد منها المصدر ودي مضاف لها s، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه won't. خلاص won't sorry never اللي هي ايه، انا بقول كلمه بعلم على كلمه ثانيه اللي هي كلمه never. Does هند text her friend before she not to bed؟ هل هند بتراسل صاحبتها وهي على الايه قبل ما تنام او قبل ما تروح للسرير؟ go ولا going ولا goes ولا is going. ها انا عندي ده طبعا مضارع بسيط في اس او اس اهو، وعندي هنا بيقول لي before، يبقى هنا بيقول لي ايه before، هنا بيقول لي ايه before. طالما الجمله فيها مضارع بسيط يبقى تكمله الجمله مضارع بسيط. طب she هنا المفروض تاخد ايه؟ تبقى before she goes to bed. خلاص before she goes to bed to bed. طب امتى مستر نقول going لو كلمه she مش موجوده؟ before going to bed. هنا بيقول لي نقط نبيل the sister play tennis is ولا do ولا are ولا does. الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبيبي؟ يا حبايبي عندي play مصدر، play ايه مصدر، يبقى are غلط وis غلط لان بيجي بعد منهم ing. نبيل the sisters اخواته بنات جمع، تبقى دس ولا دو؟ ايوه الاجابه هتبقى دو عشان دولت جمع، عشان دولت ايه يا حبايبي؟ جمع. What time does he usually not work؟ ها انا عندي دس ديت يا حبايبي بيجي بعد منها المصدر دايما، تبقى ليف ولا ليفز ولا ليفينج ولا ليفت؟ الاجابه طبعا هنا كلمه ايه؟ ليف. طب يا مستر كلمه ليفت ما فيهاش اضافات ما خدناهاش ليه؟ بصوا يا حبايبي انا لو شلت الاس دي، الاس دي لو انا شلتها كده هتديني ليف، هي نفس الكلمه دي، لو شلت الاي ان جي ديت تديني ليف طبعا من غير حرف الايه؟ حرف الاي. هنا بيقول لي تامر، هنا بيقول لي تامر يا حبايبي نقط ان يو سكيل ات ذا مومنت. ات ذا مومنت دي من الكلمات الداله على زمن المضارع المستمر، يبقى على طول لما الاقي كلمات داله على المضارع المستمر اخد ام او از او ار بلس اي ان جي. كل الجرامر يا جماعه هسيبه لكم في وصف الفيديو خلاص عشان خاطر بس ايه تشوفوه. يبقى هنا هنقوله ايه؟ learns ولا learning ولا learn ولا is learning؟ طب يا مستر ده مديني ing و ing، مفيش حاجه اسمها فاعل ing على طول، دي غلط. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ is learning. طب يا مستر ليه خدتها؟ لان انا عندي at the moment كلمه داله على زمن المضارع المستمر، at the moment و at present وكلمه now و look و listen و still خلاص، واي كلمه تحذيريه زي look out و watch out و hurry up والكلام ده كله.
مستر عثمان نقط ان لافلي فلات، عايز اقول الاستاذ عثمان عايش في شقه كويسه. ليفز ولا ليفينج ولا ليف ولا از ليفينج؟ ها هنا هنقوله يا جماعه، هل هنقوله از ليفينج؟ اولا فين الغلط؟ دي غلط ودي غلط. طب يا مستر الغلط ايه؟ مفيش حاجه اسمها فاعل اي ان جي، مفيش حاجه اسمها مفرد ياخد مصدر، فاضل لي الاثنين دول. طب انت ايه رايك؟ ايه رايك يا مستر؟ الاجابه هنا هتبقى كلمه ليفز. طب ليه يا مستر ما خدناش از ليفينج بتدل على الاستمرار؟ لا، انا عندي كلمه ليفز ديت اللي هو المضارع البسيط بيعبر عن احداث دائمه، وبيقول لي عايش في شقه جميله، عايش ده حدث دائم. يعني ايه عايش ده حدث دائم؟ ايمان اند هير نيبرز، ايمان وجارتها مالهم بقى؟ مستر اسامه فلات. ار ريبيرنج ولا ريبير ولا ريبيرز ولا از ريبيرنج؟ طبعا دول جمع، الجمع ما ياخدش از وما ياخدش اس. هنا هنقول ار ريبيرنج ولا ريبير؟ ها عايز اقول بيصلحوا، ها بيصلحوا دلوقتي، يعني المفترض هنا تبقى ايه؟ ار ريبيرنج. وات نوت منال ميكينج فور هير انكل، هنا اي ان جي، يبقى انا عندي دوب يجي بعد منها مصدر غلط، ضز نفس الكلام غلط. از وار منال مفرد تاخد از. I always، I تعتبر من الجامع مع always مضارع بسيط، يبقى أنا باخد كلمة drink. خلاص؟ علي نقط جاكيت today because it is very hot. عايز أقول علي لابس، ثواني كده. علي نقط جاكيت today because it is very hot. ها؟ not wearing، مفيش حاجة اسمها فاعل not زائد الإيه؟ المصدر كده على طول. خلاص؟ isn't wearing don't، طبعا علي مش جامع، don't غلط. خلاص فاضل لي اثنين، isn't wearing و doesn't wear. خلاص هنا هنقولوا ايه؟ علي ايه يا جماعه النهارده؟ isn't wearing مضارع مستمر، مضارع ايه؟ مستمر، عشان كلمه today، عشان كلمه ايه؟ today. she is laughing not in the picture، هي بتضحك بشكل ايه في الصوره؟ because she can see my aunt's cat، لانها شايفه طبعا ايه؟ قطه عمتي او ايه؟ او خالتي. carefully ولا slowly ولا loudly ولا hungrily؟ ها يبقى هنا هنقوله ايه يا جماعه؟ ايوه هنقوله، ممكن نقوله مثلا لافينج ايه في الصوره؟ صوره، في حاجه اسمها بيضحك بصوت عالي في الصوره؟ واضح يعني باينه، يعني بيتهيألي هتبقى ايه؟ هتبقى كلمه كيرفولي. خلاص يعني بتضحك بايه؟ بحرص يعني. وي ار سيتنج نوت اون ذا روكس بيكوز ذي ار شارب. خلاص شارب مفيش فيها حرف اس، ده يتشال. تبقى كيرفولي ولا لاودلي ولا اكسايتدلي ولا هانجرلي؟ قاعدين على ايه؟ على الصخور، لان طبعا الصخور حاده، تبقى كيرفولي بحرص. اتس ات ذا اند اوف ذا داي اند ذا جيستس ار نوت ليفينج، ار ايه؟ سلولي ولا لاودلي ولا اكسايتدلي ولا هانجرلي؟ ها يبقى هنا هنقولوا ايه يا جماعه؟ اكسايتدلي، الضيوف ماشيين بايه؟ باثاره طبعا في نهايه الايه؟ اليوم. I am sitting under the tree and not eating my lunch. ها and badly ولا loudly ولا excitedly ولا hungrily؟ بياكل الاكل مع كلمه ايه؟ hungry، hungrily. اوكي هنا بيقول لي on Sundays they not volleyball in physical education class. يوم الاحد بيعملوا ايه؟ كره الطايره في طبعا ايه؟ في فصل التربيه الرياضيه. بلايز غلط طبعا عشان زي جمع، بلاي ويل بلاي ويل بي بلايد، ما ينفعش نقوله زي ويل بي بلايد، ما ينفعش نقوله بس هنا. ولا ار بلاينج، ها ده يعتبر مضارع بسيط، يبقى الاجابه هنا هنقوله بلاي عشان طبعا ايام الاسبوع، اون كذا بيعملوا كذا. خلاص هاني اوفن جو تو سكول اون فوت بات توداي هيز فازر نوت هيم تو سكول، ها لكن النهارده هيز فازر ايه؟ ها درايفز ولا was driving ولا is driving ولا driving؟ ها هاني بيروح المدرسة على رجليه لكن أبوه بيوصله النهاردة، ها أو موصله النهاردة، ها هنقوله إيه هنا؟ هنقوله is driving. is إيه driving؟ عشان برضو كلمة إيه today. not sitting next to your best friend، في هنا ing، يبقى ناخد you do ولا do you؟ طبعا do غلط عموما عشان خاطر ما بيجيش بعد منها إيه ing، هتبقى ار يو ولا يو ار؟ يا مستر في النهايه علامه استفهام، يبقى ده سؤال، يبقى هناخد ار يو. هناخد ار ايه يا حبايبي؟ ار يو. الله احنا كده في حاجات. طيب ماشي يا جماعه، دي انا عدلت الورقه اهوت عشان خاطر ايه تشوفوا. خلاص يعني هنعيد انا من اول، مثلا ايه هنا من 20 اتس ات ذا اند اوف ذا داي اند اور جيستس ار اكسايتدلي ليفينج. I am sitting under the tree and hungrily eating my lunch. OK.
Okay. On Sundays, they play volleyball in the physical education class. Hani often go to school on foot, but today his father is driving him to school. بابا طبعا موصل النهارده بالعربية لأن هو كان بيمشي على رجليه. هنا هنقوله Are you sitting next to your friend؟ طبعا لأن ده إيه سؤال. طيب نكمل. مش حد بقى يزمر يا جماعة عشان يوريني يفكرني. هنا بيقول لي نقط The students in your class working. ها Are ولا Have ولا Can ولا Do. ها أنا عندي هنا في ING يا جماعة. ING تمشي مع Do ما تمشيش مع Do ما تمشيش مع Can ما تمشيش مع Have هتبقى Are. هتبقى ايه ار لان هي الوحيده اللي بيجي بعد منها اي ان جي. باسل از ا كمبيوتر انجينير. باسل طبعا مهندس كمبيوتر. هي يوجوالي نوت كمبيوترز. هي يوجوالي مضارع بسيط وهي مفرد. طبعا دي غلط خلاص ودي كمان غلط لان اي ان جي واي ان جي مع يوجوالي غلط. تبقى ريبير ولا ريبيرز مع هي المفرد ريبيرز. جمل مهمه جدا من ستودنت بوك وورك بوك يا جماعه. The police officer not at school today. Visiting ولا visits ولا is visiting ولا visit. طبعا police officer ده مفرد. ما فيش حاجة اسمها طبعا فاعل ing. اعرفها. خلاص. وما فيش فاعل مفرد ياخد مصدر. يبقى الإجابة تبقى visits ولا is visiting today is visiting. بيزور المدرسة النهاردة. Today تاخد مع am is are ing. نادر not in the shop. But his brother is ill, so he is helping there today. Isn't usually working, not usually. أولا ما فيش حاجة اسمها فاعل not. نادر مفرد ما تاخدش don't. فضل اتنين. Isn't usually working ولا doesn't usually working. ها. Usually دي بتيجي في المضارع المستمر. لا بتيجي في المضارع البسيط. تبقى doesn't usually work. اوكي هنا بيقول ماي فريند سوز نوت يعني صديقي بيغزل او بيخيط ايه باد ولا ورست ولا ورس ولا بادلي عايز اقول بشكل سيء يعني صاحبي ده خياط وحش مش بعرف ايه مش بعرف يخيط تبقى بادلي. مستر احمد سبيكس انجلش ايه هنا الحال يا جماعه الحال بيجي في نهايه الجمله وبنضيف الايه بنضيف له ال واي بتبقى صفه زائد ال واي. طيب هنا في ال واي ما فيش الصفه اللي الصفه كلمه جود هنا ما تمشيش. الحال من كلمة جود اللي هي كلمة ويل. الحال من كلمة جود هي كلمة ايه ويل. خلاص يعني احمد طبعا بيتكلم انجليزي بشكل ايه بشكل جيد. بيقول لي زكاة is sitting in the sun يعني القطة قاعدة في الايه في الشمس. ايه بقى laziest ولا lazier ولا lazy ولا lazily. انا عندي طبعا في اخر الجملة على طول الواي حال. The teacher treats all her children ايه المدرسة بتعامل كل أطفالها أو كل الطلاب بتوعها إزاي؟ kinder ولا kindest ولا kindly ولا kind؟ على طول في الآخر يبقى إيه اللغاية؟ في الآخر يبقى يا جماعة اللغاية أو fast أو hard أو well. fast hard well بيجوا في الآخر برضه. That bird is flying very إيه؟ في الآخر تبقى careful quick ولا loud ولا fast؟ أيوه لسه أنا قايلها اللي هي كلمة fast أهي. It is important to drive إيه؟ drive. يعني من المهم ان احنا نسوق بشكل ايه when it is raining لما يكون الجو بايه بيشتي carefully ولا quickly ولا loudly ولا carelessly. الاجابه هنا طبعا هتبقى ايه كلمه carefully بحرص. He arrived an hour a وبرده من الاحوال اللي ما بينضاف لهاش ال واي اللي هي كلمه ايه كلمه late يا جماعه اعرفوها. يبقى انا عندي كلمه late fast hard اوكي وويل دول كده طبعا ما بنضاف لهمش اللي ايه اللي واي هم دول صفات واحوال. ما عدا طبعا كلمه ويل دي حال بس. At the end of the school year في نهايه السنه some students try not to make up for the last time. Hardship ولا hardly ولا hard ولا hardest. عايز اقول بعض الطلبه طبعا بيحاولوا يشتغلوا بجد او يشتغلوا بجد الوقت اللي هم ضيعوه بتيجي في الاخر طبعا ايه في اخر بعد الفعل اللي هي كلمه hard. The class listened not to their teacher. listen ده فاعل اللي بيجي بعد الافعال اللي بيوصف الافعال هو الاحوال. طبعا كلهم احوال يا مستر. الطلاب بيستمعوا ايه بشكل ايه carefully يا جماعه carefully بحرص. He climbed the hill يعني تسلق التل. He wasn't tired at all. يبقى تسلق التل بشكل ايه هو ما كانش تعبان. badly ولا friendly ولا hardly ولا easily. مش تعبان تبقى easily بسهولة تسلق بايه بسهولة.
هنا بيقول لي دينا نقط money to a charity. اوكي دينا نقط money to a charity but now she does. ها دلوقتي هي بتدي خلاص. يبقى دينا ما عايز اقول مش ما كانتش متعوده تدي. ها غير معتاد ان يبقى didn't used to لم تكن تعطي فلوس للجمعيات الخيريه. اوكي ديت حسام حسن. هل حسام حسن نقط كابتن اوف ذا ايجيبشن فوتبول تيم؟ ها دي بيجي بعد منها المصدر. طبعا اس ما تمشيش ووز ما تمشيش. هنا هنقوله بي ولا يوزد تو بي؟ يوزد تو بي. يبقى هنا هنقوله يوزد تو بي. هل اعتاد ان يكون حسام حسن كابتن فرقه مصر؟ ماي جراند فازر نوت فوتبول وين هي ووز يونج بات هي كانت ووك ناو. هو ما بيقدرش يمشي دلوقتي. يبقى عايز اقول اعتاد ان هو يلعب كره قدم وهو صغير. اعتاد في الماضي تبقى يوزد تو بلاي. يوزد تو ايه؟ بلاي. When she was a child, Yasser's mom not play the piano every day. لما كان طفل والد ياسر مامة ياسر عايز اقول كانت بتعزف البيانو كل يوم. كانت بتعزف كل يوم او يعني اعتادت ان هي تعزف. الاجابه هنا هتبقى used to. طب يا مستر ما في حاجه اسمها was used to؟ دي بيجي بعد منها ing عشان تبقوا واخدين بالكم. تمام دي الصح used to. He started playing chess when he was very little and he not always very good at it. يعني وهو صغير كان بيلعب شطرنج كويس جدا. وعايز اقول ان هو كان كويس فيها. هي مفرد تاخد وير ما تاخدش وير. طبعا الموضوع في الماضي ما ياخدش داس. وماضي برضو ما ياخدش هاز. تاخد كلمه ايه؟ ووز. لان طبعا دول الاثنين مضارع ودي طبعا وير مع الجمع وهي مفرد تاخد ووز. In 1990 he not the number one chess player in the city or in our city. Is becoming ولا becomes ولا became ولا become. انا عندي طبعا سنه ماضيه زي دي كده بالظبط بتاخد مصدر اي دي او تصريف تاني. التصريف تاني هنا اللي هي كلمه بيكيم. اصبح طبعا ايه اللاعب رقم واحد في الشطرنج في الايه المدينه بتاعتهم. هنا بيكمل وبيقول لي ركزوا كده يا شباب. هنا بيقول لي ايه ياسرز جراند ماذر نوت ورك ان ا هوسبيتال. عايز اقول مامة ياسر اعتادت انها تشتغل في ايه في مستشفى. تبقى في حاجه اسمها ايز يوزد من غير تو؟ مفيش حاجه اسمها فاعل اي ان جي. طبعا اعتادت اسمها ايه يوزد تو وليست يوزد تو. زير نقط ا هوتيل ان اور سيتي 10 ييرز اجو خلاص. بات ناو زير اور 3 يعني عايز اقول من 10 سنين ما كانش فيه طبعا ايه فندق لكن دلوقتي فيه 3 في الايه في المدينه بتاعتنا. ويرنت ولا ديدنت ولا ايزنت ولا didn't used to be. ها هنا هنقوله ايه؟ there ايه يا جماعه؟ there didn't used to be. طب يا مستر انت خدتها مباشره وما فهمتناش. اولا isn't ما تمشيش عشان اجو ماضي دي غلط. فاضل لي weren't و didn't. هوتيل مفرد ما تاخدش كلمه ايه weren't. و didn't دي لازم يجي بعد منها مصدر. مفيش هنا مصدر ده اسم يبقى الاجابه بتاعتي didn't used to be. Egypt's football team not the Africa Cup of Nations in 2010. عايز اقول فريق منتخب مصر ان شاء الله يعني هو هيلعب النهارده الساعه 9 او الساعه 6 تقريبا. فاز بكاس بطوله الامم الافريقيه في 2010. وين ولا وان ولا تو وين ولا وينينج؟ ده ماضي سنه ماضيه اهي يا جماعه. طبعا قلنا يستر دي اجو لاست سنه ماضيه ان ذا باست. دي الكلمات الداله على زمن الايه؟ الماضي البسيط. يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ وان. In 2016 في سنة 2016 دي ماضي بقى شارك نقط عمر and he lost a leg. ماضي يبقى على طول ناخد ايه يا جماعة؟ اي دي. How about your weekend؟ weekend ده اسم. طبعا انا عندي ضد لازم يجي بعد منها مصدر غلط. does مصدر برضه نفس الكلام غلط. do نفس الكلام الإجابة هنا هتبقى was. أنا عندي do does وضد لازم يجي بعد منهم فعل في الايه في المصدر. Last summer الصيف اللي فات طبعا لاست ياستر دي اجو لاست سنه ماضيه ان ذا باست. ماي فاميلي تاخد ايه؟ فانتاستيك هوليداي اون موروكو. هاف ولا هاد ولا هاز ولا ار هافين؟ طبعا لاست ماضي ما تاخدش ار. ما تاخدش هاز ما تاخدش هاف كلهم مضارع ما عدا كلمه ايه؟ هاد. ما عدا كلمه ايه يا حبايبي؟ هاد هنا. هاني نوت ات سكول لاست مانداي. هاني ايه في المدرسه الاسبوع اللي فات؟ لاست. didn't ولا doesn't ولا wasn't ولا hasn't. بصوا حبايبي انا عندي didn't و doesn't غلط. ليه يا مستر؟ عشان بيجي بعد منهم مصدر. بيجي بعد منهم ايه؟ مصدر. ودي at school ده حرف جر يبقى دول اتنين غلط.
طيب لاست ماضي ما تاخدش هاز، انت الاجابه تبقى وزنت. الاجابه تبقى ايه؟ وزنت. ماي براذر بوت هيز نيو هيز هاوس 2 ييرز ايه؟ ايه الكلمه الداله على الماضي البسيط اهوت، لان هنا تصريف تاني اهوت اللي بتيجي في اخر الجمله اللي هي كلمه اجو اللي هي ايه؟ اجو. He used two not clever things when he was young. عايز اقول ان هو كان بيعمل حاجات طبعا ماهره وهو ايه وهو صغير، تبقى used to be ولا being ولا do ولا doing. هنا بيقول لي things اشياء، عايز اقول بيعمل اشياء اسمها do clever things. do clever things do things يعمل اشياء. Had he not doing his homework an hour ago. ماضي. الاجابه هنا تبقى كلمه ايه؟ started. تبقى كلمه ايه يا حبايبي؟ started. هنا بيقول لي he not on dream when he was 20 and he got married in 1983. he met طبعا ده ماضي يا جماعه كله، هنا ده كله ايه؟ ماضي. يبقى met ولا was meeting ولا meets ولا will meet. طبعا ماضي ما تاخدش لا will ولا تاخد needs، فاضل الاثنين met و was meeting. عايز اقول هو كان بيقابل عمته ريم من 20 سنه واتجوزه ولا قابل قابلها واتجوزها، تبقى مات ماضي بسيط، لان انا عندي وين يا جماعه بيجي بعد منها ماضي بسيط وماضي بسيط. خلاص. هنا بيقول لي ماي فازر نقط ماي فازر نقط يوز تو ماي فازر نقط اس تو سكول از سكول باس ديدنت كام. عايز اقول بابا وصلنا الى المدرسه لان طبعا اتوبيس المدرسه ما جاش، اتوبيس المدرسه ايه ما جاش، يبقى درايفز ولا دروف ولا درايف ولا درايفنج. طبعا يعني هنا didn't، هنا يا جماعه didn't، ما فيش حاجه اسمها ing كده. فازر دي مفرد ما تاخدش مصدر، فاضل درايفز ودروف. ها هنا هنقوله ايه؟ بابا ايه بيوصلنا في الماضي كله في الماضي تبقى دروف، لان ماضي جملتين يا جماعه ما ينفعش جمله ماضي وجمله مضارع، لازم جمله ماضي مع جمله ماضي، مضارع مع مضارع، او مضارع مع مستقبل تمشي، او ماضي مع ماضي تمشي. When we sat down for a picnic، لما قعدنا طبعا عشان خاطر ايه ناخد نزهه. Lots of runners نقط throw the park. Run ولا was running ولا ran ولا were running. When يا جماعه بيجي بعد منها ماضي بسيط، الجمله الثانيه بتبقى ايه؟ ماضي مستمر. الماضي المستمر هنا هتبقى كلمه ايه؟ were running. خلاص. As كريم was taking، هتقول لي يا مستر طب ما عملتهاش على الجمله دي، ليه ما قلتش was meeting؟ ليه يا جماعه؟ هم اتقابلوا، مش عايز يقول كانوا بيتقابلوا واتجوزوا بعد، هي معناها ان هم اتقابلوا مره واحده وبعد كده ده اسمه تعارف، اتعرفوا على بعض وبعد كده ايه اتجوزوا. هنا as جايب لي بعد منها ing was where ing، يبقى الجمله الثانيه مصدر ايه؟ دي تصريف ثاني، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه lost. while بيجي بعد منها was او where ing، يبقى plays played was playing were playing. هنا المفرد تاخد was playing. I was doing my homework when، انا هنا في was where ing اهيت القاعده. الجملة الثانية بعد وين بتبقى مصدر ايدي او تصريف تاني، was calling calls called ولا calling. الاجابة طبعا هنا هتبقى مصدر ايدي تصريف تاني اللي هي كلمة called. كلمة ايه حبايبي؟ called. Lots of birds not in the sky as we sat down on the beach. معظم الطيور كانت بتعمل ايه في السماء واحنا قاعدين؟ as، في هنا as يا جماعة هي sat down تمام on the beach، يبقى was flying ولا flew ولا fly ولا were flying. عايز اقول معظم الطيور كانت بتطير، تطير اللي هي were flying، لان as يا جماعه طبعا معها was were ing. هنا بيقول لي you not drink water from the river it's not clean، ما تشربش ميه من نهر النيل او من النهر هو غير نظيف. يبقى doesn't have to ولا have to ولا has to ولا mustn't. ها الاجابه هنا هتبقى يا جماعه mustn't ولا doesn't have to. ها هنا ده الزام ايه؟ الزام ايه يا جماعه؟ خارجي. يبقى هنا هنقوله ايه؟ فكروا كده معايا. طبعا الاجابه هنا هتبقى كلمه mustn't. يا مستر طب ما خدتش doesn't have to ليه؟ لان طبعا يو جامع ما بتاخدش doesn't، وده طبعا ايه؟ الزام طبعا داخلي وخارجي على فكره الاثنين. هنا بيقول لي، هنا الراجل بيقول لي you not do the housework our mother is ill، ماما تعبانه. يبقى نعمل ايه في must ولا mustn't ولا shouldn't ولا have؟ الاجابه هنا هتبقى must، يجب انك تعمل الايه؟ شغل البيت، ماما تعبانه. This was a nice evening we must not again meet meeting meet met ولا to meet. طبعا must بيجي بعد منها المصدر تبقى meet. اوكي هتبقى كلمه meet. نقربها كده عشان خاطر اللي حصل في الصفحه اللي فاتت. You not brush your teeth three times a day.
تغسل سنانك كل يوم it's good for your health طبعا يعني for your teeth ده حاجة طبعا كويسة لإيه لأسنانك have to ولا don't have to ولا mustn't ولا must الإجابة هنا هتبقى يا حبايبي you طبعا أنا عندي هنا ما ينفعش لا نقول ولا mustn't ولا don't have to عايز أقول لك يجب إنك تغسل ها ده إلزام إلزام إيه يا جماعة ها يبقى هنا هنقوله you have to you have يا حبايبي you have to فين راحت هي دي You not forgot to do your homework regularly. You must do. ما فيش حاجة اسمها must do. في must. طبعا دي غلط ودي غلط. عشان ما فيش حاجة اسمها must do. يبقى you must ولا mustn't. انك تعمل الشغل regularly بالانتظام تبقى must. خلاص. تبقى يا جماعة ده إلزام خارجي. هنا بيقول لي when I was younger. لما كنت صغير I not pizza almost every day. هنا هنقوله يا جماعة هنا هنقوله eating طبعا غلط تصريف تالت ما تنفعش ده ماضي ما تنفعش eat فضل لي eat ولا was eating عندما كنت صغير كنت باكل بيتزا تبقى was eating لان الاكل طبعا ده مستمر او حدث طويل while I was looking out of the window وانا ببص من الشباك it not to rain it a it started It started لأن while was where ing مصدر ed تصريف تاني What not at 10 p.m. last night Last night ماضي بسيط Where they doing ولا did they do ولا did they used to do ولا are they doing طبعا دي غلط لأنها مضارع تمام فضل لي بقى كلهم ماضي يا مستر كده انت هتحيرنا الإجابة هتبقى ايه هنا بيقول لي at 10 p.m. last night What a what where they doing ولا did they do ولا did they used to do الإجابة هنا هتبقى where they doing لأن حدد لي وقت ممتد في الماضي وقت طويل في الماضي تبقى where they doing Yesterday I not a play at 10 o'clock خلاص هنا هنقوله إيه have watched خلاص 10 o'clock ده وقت ممتد يبقى أنا عايز ماضي مستمر يبقى الإجابة هنا هتبقى إيه was watching was a watching My father not get up at 6 o'clock every day to go to work. عايز اقول بابا بيصحى من النوم الساعة 6 كل يوم ويروح للشغل. Has to ولا have to ولا doesn't have to ولا don't have to. ها الإجابة هنا هتبقى ايه؟ هتبقى has to وبابا مضطر ان هو يصحى كل يوم الساعة 6 عشان يلبس ويروح للشغل يجيب لنا المام اللي احنا مش مقدرينه. When you get on the bus لما تركب الأتوبيس you not buy a ticket. You have to ولا has to طبعا يو جمع ما تاخدش has وما تاخدش doesn't ولما بتركب الاوتوبيس بتقطع تذكره يبقى have to خلاص هنا بيقول لي at the weekends في الاجازات I not get up early مش مضطر هتبقى don't have to don't have a to everyone not do a random act of kindness sometimes خلاص يعني كل انسان اكيد بيعمل حاجه ايه تكون يعني حاجه خيره كده احيانا تمام او ايه كده يعني should ولا shouldn't ولا have to ولا has to يبقى هنا الاجابه هنا هتبقى ايه هتبقى should يجب should اللي هي ايه يجب you not pass your exams to go to university should ولا doesn't have don't have to ولا have to ولا doesn't have to اولا you ما بتاخدش doesn't خفف على نفسك الايه الاختيارات ضيع الايه شيل التقيله الاجابه هنا هتبقى ايه you not pass your exams to go to كذا ها يبقى هنقوله ايه يا جماعه you should ولا you have to ها يبقى هنا هنقوله have to خلاص you not do your homework at the same time every day معلش هو طبعا الفيديو طويل شويه وانا بدات يعني اتعب فعشان كده بحل بعرفكم الايه الاجابات you not do your homework at the same time every day shouldn't ولا don't have to ولا have to ولا has to you جمع ما تاخدش has فاضل لي هنا ايه عايز اقول انت يجب انك تعمل الواجب المنزلي في نفس الوقت كل يوم طبعا every day المفترض هنا بقى في فاصل بينهم على فكره يعني every فاصل day ها هنا هنقوله ايه you shouldn't ولا don't have to ولا have to يبقى هنا هنقوله have to انت مضطر تعمل الواجب في نفس الايه الوقت كل يوم you not show your passport when you leave the country ها يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه have to يعني انت مضطر طبعا انك توري الباسبور بتاعك وانت خارج من الايه من البلد وانت مسافر you not eat fast food every day ما تاكلش طبعا طعام سريع كل يوم it's bad for you you must ولا have to ولا don't have to ولا shouldn't
الاجابه طبعا هنا هتبقى don't have to، ما تاكلش طبعا طعام سريع كل يوم، ده وحش بالنسبه لك. وي بوت ا فلات نقط از نير، ها احنا قلنا طبعا شرحنا اللي هو ايه هو ويتش وير وين. فلات ديت يا جماعه تمام مكان، يبقى ايه مكان يعني هنا هنقول وي بوت ا فلات. هو از نير ولا ويتش از نير ولا وير از نير ولا وات از نير، هنا الاجابه هتبقى ويتش، هتبقى ايه ويتش، لانه انا بتكلم عن شيء اللي هي شقه، هي مكان بس شيء خلاص، لان الجمله الثانيه ما فيهاش اشاره للمكان خلاص. واتس ذا نيم اوف ذا بانك ذا بوك، بوك ده غير عاقل، الغير عاقل على طول ياخد كلمه ويتش. بيبل عاقل، العاقل بصوا يا جماعه انا عندي هنا هو بيجي بعد منها عاقل ويتش، سوري بيجي قبل منها عاقل، هنا عاقل ودي غير عاقل. هو وين زمان، وير مكان، لو في حرف جر قبل وين ووير سوري بعدهم حرف جر خلاص، في هنا حرف جر في الجمله الثانيه ما بناخدش لا وين ولا وير، بناخد ايه يا مستر، بناخد ويتش خلاص. هنا بيقول لي ذا بيبول نوت ليف نيكست نيكست دور ار فيري فريندلي، بيبول ناس يبقى عاقل. This is the village، قرية يبقى مكان تبقى where. Alexandria is the city، مكان تبقى where. A waiter is a man، رجل تبقى هو. Arabic is a language، لغة تبقى which، غير عاقل. Alexandria نقط in the north of Egypt، located ولا is locating ولا is located ولا locates، الإجابة هنا هتبقى is located، بتقع بتإيه؟ بتقع في طبعا في شمال مصر. The farmers around here نقط many vegetables، عايز اقول الفلاحين هنا بيزرعوا تمام فواكه خضروات كتير. growing طبعا مفيش حاجه اسمها فاعل اي ان جي خلاص، وطبعا farmers جامع ما تاخدش از. ار grown دي بس في الاجابه هنا هتبقى grow. The museum نقط باي lots of people every day، ده بس في بقى ها is visiting ولا are visited ولا visits ولا is visited، طبعا museum مفرد ما تاخدش ار، وطبعا ميوزيوم ما ينفعش نقوله از فيزيتنج بيزور ولا فيزيتس بيزور، تبقى از فيزيتد بيزار، اللي هي يا جماعه يزار في المضارع البسيط بنقوله ام او از او ار زائد التصريف الثالث للفعل، ده بالنسبه للبسط في المضارع البسيط. طب في الماضي البسيط بنقول ووز وير تصريف ثالث، اعرف الحاجات دي. lots of cotton not in the area are grown، طبعا cotton مفرد تبقى از grown is a grown. طب مثلا ما خدناش جروز لو ما ينفعش نقوله القطن بيزرع يزرع، اهو قلنا ايز يا جماعه ايز زائد التصريف الثالث. many fish not in the sea near بورسعيد، سمك كتير بيحصل له ايه في البحر بالقرب من بورسعيد، هنا كوت ولا از كوت ولا ار كوت ولا كاتش، السمك ها دي ايه يا جماعه ها از كوت ولا ار كوت، طبعا هنا فيش السمك عموما تبقى ايه ميني، بيقول لي ميني جمع تبقى ار، عشان كلمة فش جمع ومفرد، أنا خدت آر عشان كلمة ميني بيجي بعد منها جمع. علي سيز ذات، ما هي عشان برضه إيه تبقى باينة كلها. هنا بيقول لي علي سيز ذات فوتبول إز نوت نوت أز هاند بول، أنا عندي كلمة أز هاند بول نقوله إيه؟ سو ديفيكالت أز ذات ذا موست ديفيكالت أز مور ديفيكالت أز ليس ديفيكالت أز، ها عايز اقول كرة القدم ليس ايه ليست صعبة مثل الهاند بول، تبقى از نوت سو ديفيكالت از، اسمها از، بصوا يا جماعة الصيغة اسمها از، از از صفة از، وفي النفي بنقوله ازنت او ارنت سو كذا از، اعرفها. figs are not as chocolate so delicious most delicious more delicious ولا as delicious، طالما قلنا as as يبقى هنا هاخد as. طب لو في نفي يبقى so يبقى النفي so نقط as. There is a lot of traffic in Cairo. It is not than مرسى علم. It is a noiser. في طبعا هنا كلمة than، أنا قلت than دي دايما معاها er أو more أو less. يبقى الإجابة هنا هتبقى إيه يا جماعة؟ طبعا مفيش حاجة اسمها more noiser. لا
لان طبعا نويزر ديت صفه ايه قصيره، يبقى نويزر يبقى هنا تبقى ايه نويزر. ريسايكلينج از نوت از، في هنا از يبقى از امبورتنت از. مونت كينيا از نوت از، از نوت از، از يا جماعه نقط مونت كينيا يبقى از هاي از. This month was not zen، في هنا زان يبقى انا عايز اي ار تبقى ويتر. طب يا مستر هنا بيقول لي مور ويتر، مفيش حاجه اسمها مور اي ار، اعرفها خلاص. هنا بيقول لي lying on a beach، النوم على الشاطئ والركود على الشاطئ is ايه زان، في هنا زان. انا قلت زان يا جماعه بيجي معاها يا اما اي ار يا اما مور يا اما less، في هنا اي ار مفيش اي ار، يبقى هنا هنقوله مور ريلاكسنج، مور ريلاكسنج. بلاستيك بلوشن از نوت ناو ذان ات واز بيفور، باد ولا ويرس ولا ويرس ولا ذا ويرست، ها في هنا ذان، ذان. طب يا مستر مفيش اي ار، طب في بعض الصفات يا جماعه لما بنيجي نضيف لها اي ار بتتغير، زي كلمه جود بتبقى بيتر وباد بتبقى ويرس، باد بتبقى ايه ويرس. ساره از نوت ذان هير سيستر، ساره ايه من اختها، مور يونج ولا يونج ولا يونجر ولا يونجست، انا عندي زان اخد اي ار، مفيش حاجه اسمها مور يونج. عادل استول بط، رامي از ايه، رامي از ايه طولر، عادل طويل لكن رامي اطول تبقى طولر، لان دي مقارنه بين الاثنين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي صحح الكلمه اللي بين القوسين، داز هي اوفن، انا عندي دو داز وديد بيجي بعد منهم المصدر اللي جابها هنا هتبقى جو. Does he often go? Does he often go out this evening? My teacher always. Always مضارع بسيط. يبقى ناخد الفعل ده ونضيف له ايه؟ S تبقى works. خلي بالك. How often do Sammy؟ لا هتبقى does Sam. عشان مفرد. I always. I always مضارع بسيط. يبقى انا عايز مصدر. يبقى نشيل حرف الاس تبقى listen. افهم. My brothers usually. Brothers جمع. ويوجوالي مضارع بسيط يبقى واتشنج، نشيل منها الاي ان جي تبقى واتش، عشان بس ايه الفيديو طول مننا قوي كده يا جماعه، فمعلش انا هندس فيه. My father never played chess at home. Father never تبقى never plays. عايز تقول always plays تمشي برضه خلاص، لان الجمله مش متحدد فيها يعني بيلعب ولا ما بيلعبش. عايز sometimes ونقط have. علي sometimes و have، يبقى انا عايزها في المفرد تبقى has في المضارع البسيط. ندى don't usually، لا طبعا النفي بتاعها doesn't مع ندى عشان ندى مفرد. تامر not be usually very friendly، ها يبقى هنا هنقوله ايه؟ verb to be بيتصرف ازاي في المضارع مع تامر؟ تبقى is usually، عادة ما بيكون. تمام. Why do you always late؟ late دي صفة مش فعل، يبقى هنا why are، why ايه are، ليه انت دايما ايه، لو ليه انت دايما متأخر. نبيل and تامر not watch TV every day، مضارع بسيط فيه هنا فاصل، every day مفترض تبقى فاصل، يبقى هنا بصوا يا جماعة هتبقى كده every day، لازم تفصل بينهم، لازم الفاصل ده، يبقى هنا هناخدها في النفي تبقى don't، تبقى ايه دون. دو يو جوز، لا طبعا هنشيل الاس او الاي اس تبقى جو عشان دو بيجي بعد منها المصدر. بيرنتس نوت لايك فيش، عايز اقول الاباء مش بيحبوا السمك، تبقى دونت لايك. نوت دو يو ويرينج اي ان جي مع يو تبقى ار. افهم. ات ذا مومنت هاني بلاينج، لا هنحطه از ونكتب كلمه بلاينج زي ما هي. خلاص. The children are singing ايه؟ طبعا ده فعل، اللي بيجي بعد الافعال loud نضيف لها الواي تبقى loud لي حال. خلاص. Everyone admires her because she plays the violin very good. لا very well الحال من good well. ارجعوا يا جماعه لايه الجرامر اللي احنا شارحينه، الدنيا هتبقى بسيطه جدا معاكم، فخلوا بالكم. انا هسيب لكم ان شاء الله في وصف الفيديو رابط الايه قائمه التشغيل بتاع الثانيه اعدادي كامله تاني. ترم اول. هنا بيقول لي as there was much time we walked to school A، لما كان في وقت كبير مشينا المدرسة A، تبقى slow زي ما هي ونضيف لها الواي عشان في اخر الجملة، صفة ما بتجيش في اخر الجملة، الحال اللي بيجي. I am waiting excited. waiting ده فعل، excited دي هتبقى excitedly، هضيف لها الواي تبقى excitedly.
Why do you laughing؟ في هنا ING تبقى Why are؟ عشان you, Why are you laughing؟ The police officer not talk at a school today. ها؟ The police officer not talk at school today. هنا هنقوله إيه؟ Is talking. Not does علي playing football now. ها؟ تبقى does. في هنا ING تبقى هنا هنقوله is. هنا هنقوله إيه؟ Is. Does he often not goes? Does بيجي بعد منها المصدر تبقى go. تبقى يا حبايبي go المصدر منها. My sister usually go. لا goes عشان usually بنضيف للفعل SES من المفرد. We used to playing. Used to بيجي بعد منها المصدر نشيل ال ING تبقى play. Okay. My uncle Rashid not be born in كذا. طبعا في الماضي بنقوله مع المفرد was. أو verb to be تصرفه في الماضي was aware. Was aware يا حبيبي aware. Okay. بيكمل هنا بيقول I sleep in a tent last night. Last في الماضي تبقى slept. ماضي من إيه؟ من sleep slept. Who did you seeing؟ نشيل ال ING تبقى see عشان did بيجي بعد منها المصدر. She didn't wrote. المصدر من wrote write عشان didn't بيجي بعد منها المصدر. What do you visit last؟ last في الماضي تبقى did. عشان لما بنيجي نكون سؤال في الماضي بسيط بنقوله في كلمة استفهام ديت فاعل مصدر. ادي كلمة الاستفهام ديت والفاعل يو والمصدر فيزيت. هاو لما تلاقي كلمة دي حولها إلى أم إز آر ووز وير. في الماضي تبقى ووز أوير. يور داي تبقى ووز. هاو ووز يور داي كيف كان يومك. وات ووز يور فيفرت توي وين يو نوت ليتل. ها هنا ده دي صفة يبقى أنا عايزها يا إما ووز أوير. يبقى هنا هنقول إيه وين يو وير ليتل. لعبتك المفضلة كانت ايه؟ تمام؟ بيكمل هنا ويقول في 1990 هي نقط بيكم. دي سنة ماضية بيكم دي هتبقى بيكيم. الماضي منها بيكيم. بيكم ديت بيكيم والتالت منها بيكم زي الأولى بالظبط. I didn't used. نشيل حرف الدي تبقى يوز عشان مصدر. didn't بيجي بعد منها المصدر. My uncle buy. Last في الماضي. الماضي من باي تبقى بوت. الماضي من باي تبقى يا حبايبي بوت. هلا بي ال last في الماضي يبقى was aware. يبقى هلا تاخد مف تاخد was. تصريف بي تبقى was. Before ياسر زداد got married قبل والد ياسر ما يتجوز he doesn't used to live in Cairo. في الماضي كله تبقى didn't. قبل ما يتجوز ما كانش متعود يعيش في القاهرة. Where did you went on holiday last summer? Last في الماضي تبقى ايه؟ وديد بيجي بعد منها مصدر وانت المصدر منها جو. My family eat fish last كذا الماضي من كلمة eat تبقى eat. خلي بالك. You mustn't study hard طبعا mustn't تبقى must. على طول. You mustn't to forget نشيله حرف الجر تو تبقى forget بس. لأن must ما بيجيش بعد منها تو. Students and teachers must are المصدر من are اللي هي be يعني متعدى في كذا حاجة. متعدى في كذا حاجة يا جماعة زي مثلا ايه زي كده be. We must go. We must to go. لا نشيله to ونقوله go لانه ما بيجيش بعد منها to. It's not a parking area يعني it is a no parking area منطقة ممنوع الركن. You must park here طبعا قوانين تبقى mustn't. منع بالقانون تبقى mustn't. زي نقط forget. زي نقط forget books yesterday. forget الماضي منها forgot. اي فعل بينتهي ب اي تي لما تيجي تعمله في الماضي تعمله او تي. while I sleep. while I sleep تمام. the floor sweep the floor I hear the noise. while بيجي بعد منها was aware تبقى was sweeping. was ايه يا حبايبي؟ sweeping. while I was sweeping the floor. معايا دلوقتي اخر جزئية بيقول my computer is a to the internet so I search it easily for anything I want. خلاص هنا I search easily تبقى contacted ولا communicated ولا tied ولا connected. الكمبيوتر بتاعي متصل تبقى connected. I visited الحمدايا الحمادي الأحمدة سوري يا جماعة سوري Thank you.
بيقول هنا I visited الأحمدي mosque in طنطا، يعني زرت المسجد الأحمدي في طنطا. And not in it، ها في الماضي تبقى prayed صلى، صليت فيه. Egypt has wonderful ancient A with tourists like to visit، مصر فيها ايه حاجة السياح بيحبوا يزوروها، monuments ولا experiments ولا developments ولا movements. طبعا هنا تبقى كلمة monuments. 160 بيقول ان نقط should look after the environment when they visit the country، لما يزوروا البلد اللي مفترض يعتنوا بالبيئة، اللي هم مين؟ tourism، tourists، guides والowners، اللي هي طبعا ايه tourists، احنا اللي مفترض نعتني بالايه بالبيئة، هم بيجوا ما يجوا بيعملوا حاجة غلط. The few turtles on the beach are in danger، بس السلاحف الصغيرة او السلاحف القليلة على الشاطئ في خطر. As a note the hotel is helping them، خلاص؟ هنا هنقوله ايه؟ cause ولا result ولا reason ولا make. as a A the hotel is helping them، as a A يا جماعة عايز اقول ونتيجة لذلك الاوتيل او الفندق بيساعدهم. as a result workers on the boats، العاملين على القوارب، نقط that coral reefs are damaged by scuba diving، ها believe ولا respect ولا protect ولا collect. هنا هنقوله believe، بيعتقدوا ان الشعاب المرجانية دمرها طبعا ايه الجماعة اللي هم ايه بينزلوا يعملوا غطس. اخر جملة معايا بتقول my hometown is not on the coast، عايز اقول بيتي على الايه على الساحل. it's in the southeast، it is closed ولا positioned ولا located ولا light. it is located on، it is a located a on، هي طبعا بيقع في الايه في المكان الايه في المكان ده. ده يا جماعة بالنسبة للفيديو ده، أتمنى يا رب لطلب التاني إعدادي كلهم أحبائي التوفيق، وأتمنى أنكم تقفلوا في اللغة الإنجليزية. قبل ما نقفل سمعونا طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ياريت طبعا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب في القناة، وما تنسوناش بالدعاء. كان معكم مستر حمد الحارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.